بسم الله شباب رابعة طب الزقازيق وما يوازيه من كليات وجامعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات طب الأطفال، ومعادنا النهاردة إن شاء الله مع أولى محاضرات الكدني. بعد إذنك لو أنت ما سمعتش المقدمة بتاعة شابتر الكدني ارجع اسمعها، هتلاقيه الفيديو الأول، بعد إذنك اسمعه الأول لأن كل محاضرة ناخدها بعد كده معتمدة ومترتبة على الانترودكشن واللي احنا شرحناه فيه. النهارده ان شاء الله مرض اسمه اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس. بصوا يا شباب، المرض دوت مرض مهم جدا جدا، ليه بقى؟ لسببين. السبب الاول ان هو بيمثل 90% من امراض الرينال ديس اوردرز في الاطفال. يعني من الاخر كده عشان تتخيل معايا بس المنظر عامل ازاي، يعني من الاخر لو انا حاجز 10 اطفال في وحده الكلى في الغالب هيكون منهم 9 عباره عن جلوميرولونيفريتس وتوابعها. فالموضوع مهم جدا جدا. رقم 2، هو اكبر موضوع من حيث الحجم في الاطفال تقريبا، فالموضوع يهمني جدا. اسمه اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس. واحده واحده، كلمة جلوميرولونيفريتس هي عبارة عن مجموعة من الأمراض تتميز بحاجتين، هي اسمها ايتس يعني انفلاميشن. طيب هي عبارة عن انفلاميشن طبعا في الجلوميرولاي، ولكن هذا الانفلاميشن موجود فيه كمان بوريليفيريشن، وده عبارة عن التعريف العام لكلمة جلوميرولونيفريتس. هي حالات بيكون فيها انفلاميشن اند بوريليفيريشن اوف سيلز اللي موجودة في الجلوميرولاي اند النيفرونز. مش بس كده، في الغالب هذه الامراض بيكون بسبب المناعة، بسبب استجابة الجسم لبعض الامراض او بعض الانفكشنز. فقالك ان دي عبارة عن مجموعة امراض فيها انفلاميشن اند بوريليفيريشن في الغالب بسبب حاجة اسمها الاميون كومبلكس او الاميون ريسبونس. يا دكتور بقى معقول حاجة في جسمنا ربنا خلقها هتعمل مشكلة؟ هنعرف ده ازاي الموضوع ده بيحصل. طيب اول مرض معايا اسمه اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس. لو انا عاوز اعرف او اعمل ديفينيشن محترم للمرض دوت، فهو قال كده في الكتاب، قال لك ان كلمه اكيوت بوست ستريبتوكوكال انا ممكن اقول عليها اسم تاني الا وهو اكيوت نيفريتيك سندروم. اكيوت نيفريتيك سندروم. طيب ده كله بيكون بسبب ايه؟ قال لك هذه السندروم او هذه الحاله بتفلو الإصابة بنوع معين من بكتيريا اسمها الستريبتوكوكاي. اسمها الستريبتوكوكاي. يا دكتور احنا كنا سمعنا قبل كده في المايكرو عن كلمة الستريبتوكوكاي ديت، ايه الحوار بقى؟ قالك الستريبتوكوكاي يا شباب عبارة عن فصائل كتير، من ضمنها أشهر فصيلة اللي هي علينا النهاردة اللي هي اسمها جروب A بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي. طيب ايه بقى القصة؟ بيقولك ان المرض عبارة عن ان العيل دوت بيجيله اصابة بجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي على هيئة حاجتين، يا اما على هيئة سكين انفكشن، يعني بيجيله عدوى زي مثلا حاجة اسمها امبيتايجو في السكين انفكشن، يا اما يجيله حاجة كسولس روت او كفارنجايتس. ففي الغالب الواد دوت في الاول بيكون الهيستوري بتاعه ان امه تقول لك ايه ده، الواد كان عنده من اسبوعين ثلاثه كان عنده حاجات كده طالعه على جلده، او كان عنده التهاب في الزور. طيب هو في الاول بيصاب بالتهاب الزور دوت، وبعد فتره يجيلك باكيوت نيفريتيك سندروم. فقلنا على المرض ايه؟ قلنا عليه اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس، يعني اصابه الكليه ما بعد الاصابه في السكن والسور ثروت. طيب ايه بقى هنا يهمني MCQ؟ بيقول لك اللي يهمك السيروتايبس اللي بتعمل هذه الامراض. يعني السكن انفكشن بيجي غالبا بسبب سيروتايب رقم 94، اما السورس روت بيجي بسبب رقم 4 و12. ده بس اللي يهمني. تاني كده احنا خلصنا خلاص التعريف بتاعي ايه. ده عبارة عن انفكشن بيجي اكيوت نيفريتيك سندروم بتيجي ما بعد الاصابة بانفكشن اسمها الستريبتوكوكاي. انهي جروب فيها؟ قال لك جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. انهي سيرو تايبس فيها؟ والله سيرو تايب رقم 49 اللي كان بيعمل سكين انفكشن، و4 و12 اللي كانوا بيعملوا سور ثروت. والقصة باختصار ان الطفل بيكون عنده مشكلة في ايه؟ يا اما يكون عنده التهاب في الزور، يا اما يكون عنده مشكلة في السكن وهرش ومش عارف حبه كده حاجات طالعه على جلده، وبعدها بعد ما يخف بعد اسبوعين ثلاثه يجي لي مشكله في الكدني. يا دكتور طب ده بقى بيحصل ازاي؟ يعني ازاي طفل ممكن يكون عنده التهاب في الزور او التهاب في السكن ويجي لي يقول لي ده انا الحقني ده انا عندي مشكله في الكدني؟ قال لك اهم حاجه عندك عشان تعرف ازاي انك تعرف لي
عذرا، عشان تعرف لي ازاي المفروض تعرف لي شيلها خالص. قال لك اهم حاجة عشان تعرف ازاي انك تعرف لي ما هو الباثوجينيسيس، يعني كيف ينشأ هذا المرض، ازاي بيحصل عدوى في الكلية بعد الاصابة بتاعت الجلد او بتاعت الحلق اللي هو السولسرود. قال لك خلي بالك اللي بيحصل ان الطفل ده بيصاب بانفكشن. جميل جدا. طب بعد الانفكشن، قال لك بعد ليتنت بيريود، يعني بعد مرحلة معينة وبعد فترة معينة من صمت المرض خالص، اللي بيحصل ايه؟ ان الانفكشن بيتبقى منها بعض الانتيجنز موجودة جوه الجسم. جميل. وخلال الفترة ديت الانتيجن دوت بيطلع له انتي بودي جوه الدم. جميل. وبعدين يعني انا خلاص عندي هنا، خلاص عندي انتي بودي ومسك مع الانتيجن، ايه اللي يحصل بعدها؟ قال لك الانتيجن اند انتي بودي دول ما يعرفوش يشتغلوا الا لما يجي لهم حاجه ثالثه، بيجي لهم كمان حاجه اسمها الكومبلمنت. وكلمه كومبلمنت معناها بالعربي مكمل على فكره. كومبلمنت اسمه سي 3، دي عباره عن مجموعه بروتينات لازم عشان خاطر الجسم المضاد يتكمل عمله لازم هي تيجي، فسميناها الكومبلمنت سي 3. باختصار الطفل اتصاب بانفكشن اللي هي عباره عن انتيجين، يعني كون لها انتي بودي ومسك معاهم كومبلمنت اللي هو سي 3، فكون له حاجه اسمها كومبلكس. هذا الكومبلكس يا جماعه اللي هو التركيب دوت، كومبلكس من ايه؟ كومبلكس من ثلاث حاجات، من الانتيجين والانتي بودي والكومبلمنت اللي هو سي 3. وليكن مثلا ده هو كده هو الكومبلكس بتاعي اللي هو عباره عن الانتي بودي والانتيجين اللي ماسك معاه والكومبلمنت اللي ماسك معاهم. ايه بقى المشكله؟ المشكله ان الكلام ده كله هيروح ويحصل له ترابنج في الكليه. يعني من الاخر اصلا الكليه ملهاش دعوه، الكليه بره الخناقه خالص، هي الخناقه ما بين الانتيجين بتاع الانفكشن وبين الانتي بودي والكومبلمنت اللي طالع من الاميون سيستم من الجسم. المشكله بس ان الكومبلكس دوت راح وحصل له ترابنج او اتحبس جوه الكليه. طيب هو راح واتحبس فين بالظبط في الكليه؟ ركز كده معايا، لو رجعت لحصه المقدمه هتفتكر معايا ان انا كان عندي حاجه اسمها اندوثيليال سيلز اللي هي بتاعت البلاد كابيلاريز. اه فعلا. وكان عندك حاجه تحت اسمها حاجه اسمها البيزمنت ممبرين. اه فعلا والله. وكان اخر حاجه عندك حاجه اسمها البودوسايتس، كان حاجه اسمها البودوسايتس. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ قال لك الكومبلكس دوت بيروح يحصل له ترابنج في هذه المنطقه، يعني في الكابيلاريز، وكمان في الخلايا اللي كانت بين الكابيلاريز اللي هي مين يا اولاد؟ اللي هي كان اسمها الميزنجيال سيلز. الميزنجيال سيلز. جميل. يبقى اذا انا عندي الكدني بدات اصابتها لما حصل ترابنج للكومبلكس دوت جوه مين؟ جوه الاندوثيليال بلود فيزلز وكمان الميزنجيال سيلز. طيب وبعد كده يعني ايه اللي هيحصل؟ قال لك نتيجه هذا الترابنج هيحصل اكيوت انفلاميشن. اكيوت انفلاميشن اهو بقى الاكيوت انفلاميشن دوت هو اللي هيعمل لك كل المصايب في الكليه. ازاي؟ قال لك خلي بالك حصل اكيوت انفلاميشن يعني حصل عندك حاجتين مهمين جدا اللي هما ايه وايه. قال لك رقم واحد هيحصل عندك حاجه اسمها دامج اوف بلاد فيزلز، يعني من الاخر الكابيلاريز هيحصل لها تكسير وتدمير. رقم اتنين هيحصل بروليفيريشن اوف ميزنجيال سيلز. طب يا شباب ما تيجوا كده نمشي واحده واحده مع كل حاجه من دول ونعرف هي كل حاجه منهم هتعمل ايه. قال لك والله بكل بساطه الدامج اوف بلاد فيزل، الاوعيه الدمويه اللي كانت بتتحكم في فلتره الدم باظت، فايه اللي يحصل؟ هيقع منها اللي ما كانش المفروض انه يقع. كنا قلنا في حصه المقدمه المفروض ان الار بي سيز والبروتين ما بيعدوش ليه؟ لان هنا كان حجم البورز وحجم وسلامه الاندوثيليوم بتمنعهم من المرور. قال لك ده معناه ان لما يحصل دامج رقم واحد اللي يحصل ايه؟ قال لك هيقع ار بي سيز ان يورين. المصطلح دوت بالطب اسمه ايه؟ قال لك لو لقيت كرات دم حمراء في اليورين ده اسمه هيماتوريا. كلمة هيم معناها دم وكلمة يوريا معناها يورين يعني بول، فقال لك ده معناها سقوط الار بي سيز ان يورين، يعمل لك اول عرض معايا الهيما
توريا. مش بس كده، هو مش انا قلت كمان هيهرب معايا اللي ما بيهربش، يعني هيهرب كمان مين يا اولاد؟ هيهرب كمان البروتينز، هينزل بروتين في البول. وكلمة بروتين في البول بيطلق عليها العلماء كلمة بروتينوريا، يعني سقوط البروتين في اليورين. خلصنا كده خلاص. يبقى ان شاء الله لما نيجي نخش على حاجة اسمها كلينيكال بيكتشر واقول لك العيان هيظهر عليه ايه او امه هتخاف من ايه، فطبيعي ان امه هتكون جاية خايفة انها لقت ان البول بتاعه شكله محمر شوية كأنه في دم كده، هو فعلا في دم، في ار بي سيز في اليورين. نيجي بقى للحاجه الثانيه اللي حصلت. حصل لك حاجه اسمها بروليفريشن اوف ميزنجيال سيلز. انا كنت قلت يا اولاد ان البلاد كابيلاريز عامله كده، واللي وسطها بالظبط هي الميزنجيال سيلز. يعني من الاخر البلاد كابيلاريز محفور جواها ومحشور جواها، او هي اصلا بينها وبين بعضها حاجه اسمها ميزنجيال سيلز. طب لما هذه السيلز تفضل تكتر لما تكتر وتكتر هتفضل تضغط على البلد فيزل، هتقوم قفلاها. فلما تقفلها، لما اقفل البلد فيزل اللي كان مودي الدم للكدني، ايه اللي يحصل؟ قالك ركز معي، اللي هيحصل نقص في حاجة اسمها الجي اف ار. كلمة جي اف ار معناها جلوميريولار فلتريشن ريت. يعني يا شباب، يعني معدل فلترة الدم عبر الجلوميريولاي. المفروض الكلية بيروح لها مقدار معين من الدم في ماسورة اسمها البلود فيزل، تمام؟ هذه الماسورة بالدم اللي جواها بيروح بمعدل معين عشان خاطر يتفلتر بمعدل معين. انا جيت قمت ضاغط على الماسورة ديت فقفلت الماسورة الى حد ما، فالبلاد اللي رايح هيقل، فمعدل الفلترة هيقل. قالك هينقص حاجة اسمها الجي اف ار. يا دكتور بس انا كده لما نقص الجي اف ار انا كمان هنقص كمية البول اللي طلع. فعلا قالك بينقص حاجة اسمها اليورين اوت بوت. يا دكتور طيب هو نقص اليورين اوت بوت اسمه ايه في الطب؟ قال لك اسمه حاجة اسمها أوليجوريا. كلمة أولي يعني نقص، يوريا يعني يورين بول. قال لك اسمها أوليجوريا. مش بس كده، مش انا بقول لك دلوقتي ان انت عندك نقص في الجي اف ار ونقص في اليورين اوتبوت ويحصل لك أوليجوريا؟ قال لك نقص الجي اف ار دوت بيعمل كمان مصيبة. بيعمل ايه؟ قال لك نقص الجي اف ار بيشجع حاجة عندي اسمها جاكستا جلوميريولار اباريتس. ده عبارة عن مجموعة كده، في مجموعة خلايا في الكدني بتراقب كمية الجي اف ار او كمية الدم اللي رايحة وكمية البول المتفلترة. قال لك فلما ينقص الجي اف ار بيتحفز سيستم جوه الكلية اسمه الجي جي اي او الجاكستا جلوميريولار اباريتس. طب برضو في الاخر دي مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو لما يتنشط كده هيعمل لك حاجة اسمها رينين انجيو تنسن استيميوليشن. يعني يا اولاد يعني هيفرز حاجه اسمها الرينين اند الانجيوتنسين، ودول عباره عن حاجات لو اتنشطت هتعمل لك زياده في ضغط الدم في البلد بريشر، فهيجي لك العيان بحاجه اسمها ايه يا اولاد؟ صح، حاجه اسمها الهايبر تنشن. خلصنا كده خلاص. على فكره انت لو خدت الكلام اللي بالاحمر دوت هتطلع منه كلينيكال بيكتشر والله. بس تاني مع بعض بعد اذنك، تاني مع بعض. انا بقول لك الباثوجينس اللي عندي عباره عن ايه؟ عباره عن ان دخل انفكشن على هيئه انتيجين، اتكون معاها انتي بودي، مسك معاهم حاجه اسمها الكومبلمنت، عملوا مع بعض كومبلكس. المشكله ان ده حصل له ترابنج فين؟ في الكليه. طب المشكله الاكبر ان هو حصل بعد الترابنج ده حصل حاجه اسمها اكيوت انفلاميشن. عمل ايه الانفلاميشن؟ عمل حاجتين. عمل لك اول حاجه دامج في البلد فيزلز، ورقم اتنين عمل لك بروليفريشن في السيلز اللي اسمها ميزنجيال سيلز. الدمج والتكسير دوت بتاع البلد فيزل خلى فيه ار بي سيز في اليورين، لان اصلا كان سلامه البلد فيزل هي اللي كانت بتمنع الار بي سيز من ان هو ان هي تعدي. فنزل ار بي سيز في اليورين فحصل هيماتوريا. رقم اتنين قال لك نزل بروتين في اليورين، حصل كمان بروتينوريا. اللي بعدها، طب مشكلة البروليفريشن ايه؟ ان انقسام الخلايا اللي كانت بتكون موجودة بين البلاد كابيلاريز هتزق على البلاد كابيلاريز، هتزق عليها فهتقفلها، فهتقلل معدل الدم اللي رايح، فهتقلل معدل فلترة الدم، فهينقص الجي اف ار، فيعمل لك حاجة اسمها نقص اليورين اوتبوت، يحصل له اوليجوريا.
الام هتقول ايه؟ هتقول ان الواد دوت ما دخلش الحمام النهارده خالص يا دكتور، او دخل الحمام حبه بساط والبول اللي نازل منه كان قليل جدا. طيب الحاجه اللي بعدها قال لك نقص الجي اف ار دوت كمان هيحفز حاجه اسمها جاكستا جلوميرولار اباريتس. ده هيعمل ايه؟ قال لك ده هيعلي البلاد بريشر فيحصل له هايبر تنشن. خلي بالك بقى من حاجه تانية، قال لك دوت ممكن يعني الطفل دوت يجي له زياده في ضغط الدم لسبب اخر، اللي هو ايه؟ بيقول لك ايه بقى؟ لما ينقص اليورين اوت بوت ويحصل أوليجوريا، ده معناه ان كمية المية اللي في الدم هتتسرب ولا هتتحبس؟ لا هتتحبس، يعني هيتحبس مية جوه الدم، يعني كمية المية اللي في الدم هتكتر. يعني من الاخر هيحصل للواد دوت حاجة اسمها هايبر فوليميا، يعني حجم الدم هيكبر، ولما حجم الدم يكبر هو كمان هيعمل هايبر تنشن. يقول لك لو انت فاهمني، يقول لك ما هي اسباب الهايبر تنشن اللي بتحصل مع النفريتك سندروم؟ قول له سببين والله. السبب الاول لما بينقص الجي اف ار بينقص معايا اليورين اوت بوت، بيحصل اوليجوريا فبيتحشر ميه جوه الدم، يحصل هايبر فوليميا، والهايبر فوليميا تؤدي الى زياده الهايبر تنشن. طب او الى الهايبر تنشن. طب رقم 2، برضه نقص الجي اف ار بيحفز سيستم اسمه الجاكستا جلوميرولار اباريتس، الجهاز المجاور للجلوميرولاي، وده بيشجع على افراز حاجه اسمها الرينين انجيوتنسين. والانجيوتنسين دوت بمجرد ما يتاكتف، او يعني بمجرد ما يحصل له تنشيط، هيرفع البلد بريشر عن طريق ان هو بيعمل فازو كونستريكشن في الوعاء الدموي، فيزود لك الهايبرتنشن. خلصنا كده خلاص يا جماعه من الباثوجينيسيس بتاع الاكيوت نيفريتيك سندروم. مهم جدا جدا عشان خاطر اي حاجه هنقولها بعد شويه معتمده اعتماد كلي على الباثوجينيسيس دوت. نخش بعدها بقى بسم الله يلا على حاجه اسمها الكلينيكال بيكتشر. يا رجاله بقى مع بعض كده نشوف هو انا عندي بقى الكلينيكال بيكتشر عباره عن ايه. قال لك رقم 1، خلي بالك من حاجة، ان البيك ايج بتاعي هو من 5 إلى 12 سنة، يعني من الاخر سن ابتدائي هو اللي بيحصل فيه المرض دوت. طب هو اصلا هو مهم يعني عندي قوي ان اعرف هو السن دوت اكتر حاجة بتحصل فيه ايه؟ طبعا، عشان خاطر ده بعدين هيسيستم دماغك يا دكتور، هتفكر فين بالظبط. يعني مش منطقي ابدا انه يجي لي عيل عنده 4 سنين صدره بيوجعه، ولا عمال يمسك في صدره كده، اقول له ده عنده انجينا ولا حاجة، اظن مش منطقي يعني، فهمني. فهي الفكرة كلها انك تعرف البيك ايج عشان خاطر تسيستم دماغك يا دكتور هتروح فين بالظبط. رقم 2، هنجيب الاعراض اللي هتظهر عليه من الباثوجينيسيس ازاي؟ قلنا رقم 1 بيحصل دامج في البلاد فيزل، يبقى رقم 1 في الاعراض هو الهيماتوريا، هينزل عنده بلاد في اليورين، وهقول لك تفاصيلها بعد شويه، ركز بس معايا. رقم 2، احنا قلنا ان اليورين اوت بوت بيقل، يبقى هيحصل له رقم 2 حاجه اسمها اوليجوريا، يعني نقص خروج البول. طب رقم 3، قال لك ما تنساش ان دوت واحد عنده هايبر فوليميا، يعني ايه؟ يعني عنده البول ما بينزلش فالميه اللي في الدم بتزيد. طب احنا خدنا قبل كده ان زياده الميه في الدم او حتى نقص البروتين في الدم هما الاثنين بيؤدوا الى حاجه اسمها نقص الاوزموتيك بريشر، يعني هيحصلوا من الاخر حاجه اسمها اديما. وهذه الاديما تاني سببها ايه؟ سببها حاجتين، ان حجم الدم زاد ونقص البروتين فيه هيؤدي الى هذه المشكلة. يبقى عندك هيماتوريا واوليجوريا وكمان عندك اديما. طب رقم 4، هيحصل له ايه؟ ما يحصل له حاجة اسمها هايبرتنشن. ليه هايبرتنشن؟ قالك لان هو قلنا الهايبرتنشن هيجيلي بسببين، هيجيله هايبرتنشن بسببين. السبب الاول ايه؟ السبب الاول ان هو عنده نقص في اخراج البول، فزياده في حجم الدم هتعمل هايبرتنشن، ونقص افراز البول هيعمل له تحفيز لحاجه اسمها الجاكستا جلوميرولار اباريتس، هيفرز رينين انجيوتنسين ويحفز زياده ضغط الدم. خلصنا كده خلاص. يبقى اذا انت عندك 4 اعراض، هيماتوريا، اديما، واوليجوريا، وهايبرتنشن، وممكن في الاخر يجي لك كده باعراض نون سبيسيفيك، يعني يجي لك مصدع، عنده هيدك، او يجي مثلا نوزييتنج، او يجي لك مش عارف عنده ابدومينال بين، ايا كان بقى هيجي لك بايه. اهم حاجه بس ان هو دي كلها نون سبيسيفيك. عاوز اتكلم معاكم عن تفاصيل كل حاجه من دول ونعرف ايه المهم فيها ككلينيكال وكام اس كيو. ركز كده معايا. رقم 1، الهيماتوريا. بيقول لك الهيماتوريا ديت بتكون في الاغلب بتكون مايلد هيماتوريا، وبتكون ريرلي جروس هيماتوريا. ايه بقى الحوار دوت؟ بصوا يا رجاله،
الهيماتوريا يعني نزول البول في الدم حاجه من الاثنين، يا اما يكون حاجه اسمها مايلد او حاجه اسمها مايكروسكوبيك، يعني هيماتوريا يعني هيماتوريا على هيئه او على مستوى الميكروسكوب، يعني الام مش هتشوفها في بول البيبي، لا ده هي احنا هنكتشفها عن طريق الميكروسكوب. يا اما يكون حاجه اسمها تاني اسمها جروس هيماتوريا، ودي بتخوف الام لانها بتكون موجوده في البول بكثره، يعني البول بيكون باين فيه ان هو فيه دم، حتى هي بتيجي تقول لك يا دكتور الحقني انا عندي الواد دوت البول بتاعه مدخن، بتيجي تقول لك يا دكتور الحقني انا عندي دوت البول بتاعه مدخن او البول شبه الكوكاكولا او شبه الشاي كده، دي اسمها جروس هيماتوريا. الهيماتوريا اللي بتحصل معايا في النيفريتك سندروم اسمها مايلد، وبيكون ريرلي جدا انها تكون جروس. طب حد يعرف ليه يا شباب؟ توقع كده معايا ليه؟ هو مش احنا قلنا ان انا بيحصل عندي حاجه اسمها فازو كونستريكشن في البلاد كابيلاريز اللي جوه الجلوميرولاي او اللي جوه يعني النيفرونز، مش احنا قلنا ان الميزنجيال سيلز بتضغط على البلاد كابيلاريز والوال فيزلز بتضيقها يعني؟ طب ما هذا الضيق هيقلل الدم اللي رايح، فنقص الدم اللي رايح هيقلل معدل نزيف الدم اللي في البول، يعني هيخلي لك مايلد. والله دي كده الهيماتوريا، مايلد هيماتوريا وريرلي بتكون جروس. وبيكون دوت عامل لك منظر في الدم عامل ازاي؟ قال لك بيكون تي كولرد، لحد ما يكتر لو كتر يعني هيكون كولا كولرد، شبه الكولا كده بالظبط. نخش على اللي بعدها، الاوليجوريا. كلمة اوليجوريا معناها نقص افراز البول. طب ده انا هقيسه ازاي؟ قال لك المفروض يعني انا هحكم على العيان ان هو اوليجوريا لما يكون معدل اخراجه للبول اقل من كام؟ اقل من 400 ملي لكل كيلو جرام بير دي. انا اسف، 400 ملي لكل متر مربع بير دي. يعني ايه؟ يعني العيان دوت المتر المربع اللي هي مساحة السكن بتاعه، في الغالب يا شباب الادلت بيكون مساحة السكن بتاعنا 2 متر مربع، اما الاطفال ليهم حسبة كده مش عارف بضرب الطول في الوزن وبقسم على 3600 واخد الجذر، المهم ليها حسبة يعني. فانا هحسب الواد دوت عنده السيرفس اريا السكن بتاعه كام بالمتر المربع، هنعتبر معاك مثلا ان هو متر ونص، تمام؟ معد او مساحة سطح السكن بتاعه متر ونص، متر ونص، يبقى المفروض هضرب متر ونص في 400 ملي، يبقى المفروض هيخرج 600 ملي بير دي، ده اقل حاجة. لو فرز اقل منها يبقى اوليجوريا. المعادلة تاني، اقل من 400 ملي لكل متر مربع بير دي، او قال لك اقل من واحد للواحد في الواحد، يبقى كان دوت يعني اقل من واحد ملي لكل كيلو جرام في الدي. يعني من الاخر لو دوت وزنه 20 جرام، تمام؟ لا انا اسف، في الاور في كل ساعة، يعني الواد دوت لو وزنه مثلا 10 جرام او 10 كيلو جرام، فالمفروض كل ساعة يفرز لك 10 ملي، في ال 24 ساعة يفرز قد ايه؟ 240 ملي كده يعني، فهمني؟ فانا بحكم عليه من خلال معادلات اللي هي يا اما 400 ملي لكل متر مربع في الدي، يا اما 1 ملي لكل كيلو جرام في الساعة. لو اقل من كده بسميه اوليجوريا. طيب اللي بعدها بقى يا شباب، قال لك اللي بعدها بيحصل حاجة اسمها اديمة. هذه الاديمة يا شباب بتكون مايلد اديمة، ما هياش اديمة جنرال ولا حاجة ولا كبيرة، بتكون مايلد اديمة، وفي الغالب بتكون بيري اوربيتال، وفي الغالب بيكون في المورنينج. طب ده كان مهم جدا والله. العيل ده يا شباب مش هيكون جسمه كله منفخ، ده يا دوب بس كده حوالين عينيه بيكون منفخ، وفي الاغلب بيكون في النهار. يا دكتور هو اشمعنى مايلد واشمعنى بيكون بيري اوربيتال؟ اشمعنى مايلد يا اولاد؟ لان اصلا هي كميه البروتين اللي طالعه كتير ولا قليل؟ قليل. انا عندي مايلد بروتينوريا لان اصلا عندي كميه الدم اللي رايحه قليله، فكميه البروتينز اللي هتخرج بره في البول هتكون قليله، يعني انا عندي مايلد بروتينوريا ومايلد هايبو بروتينيميا، يبقى الاديمه اللي هتحصل هتكون هي كمان مايلد. طيب السؤال الثاني، اشمعنى بيري اوربيتال؟ قال لك اصل هذه المنطقه بيكون فيها الجلد او بيكون فيها التشو في حاجه اسمها لاكزيديتي، يعني من الاخر بيكون طري شويه، بيكون التشو متقبل ان الميه تتخزن تحتيه، فقال لك اي اماكن زي كده بيكون سهل فيها ان تتخزن، ولانها بتكون مايلد اديمه فمش هتظهر على العيان غير بس هتكون بيري اوربيتال، او حتى ممكن على التيبيا تحت بري تيبيال، وبيكون اكتر فين؟ في المورنينج. الام هتيجي تقول يا دكتور الحقني الواد ده بيصحى من النوم وهو رايح مدرسه بيكون دايما كده وايه وشه منفخ كده. الحاجه اللي بعدها يا شباب حاجه اسمها هايبرتنشن. هذا الهايبرتنشن ليه صفتين مهمتين جدا. اول حاجه ان هو ترانزيانت، رقم 2 ان هو بيكون مايلد تو مودريت.
السؤال الترانزيانت يعني مؤقت، هو ليه مؤقت؟ لان هذا الهايبر تنشن سكندري هايبر تنشن، يعني هايبر تنشن له سبب، لما ان شاء الله البلد يرجع تاني المجاري ولما البول يطلع عادي الهايبر تنشن اللي كان مخليه عالي مش هيبقى خليه عالي، فهيقل الهايبر تنشن تاني، فهو ترانزيانت يا اولاد، بيتحل لما السبب بتاعه يتحل. رقم 2 مايلد تو مودريت هايبر تنشن. اما المرض ضغط الدم اللي عندي والدتي او اللي عند والدتك، اللي هي يعني جماعه اللي هو مثلا يكون عند الناس الكبار او الناس اللي هم عدوا سن ال40، ده عباره عن هايبر تنشن اسمه كونتينوس هايبر تنشن، اسمه ايديوباثيك، اسمه برايمري هايبر تنشن، يعني لا ليه سبب احنا عارفينه ولا ينفع ان انا اقول له انت تتعالج النهارده وبكره هيخف من عندك، ده مستمر معاه. اما دوت انا بطمن الام، ده عباره عن ضغط دم عالي ترانزيانت هيخف حاجة ان شاء الله مع مرور الوقت. خلصنا كده خلاص يا شباب من حاجة اسمها clinical picture of anaphylactic syndrome. طيب ايه بقى المهم جدا عندي النهاردة؟ المهم جدا انك تعرف لو قالك في الامتحان قول لي ما هي clinical picture، ما ينفعش تقول له ده بس وتسكت، لازم تقول له كمان معاها complication. يبقى اذا لو قالك في الامتحان قول لي ما هي clinical picture بتاعة المرض دوت، قول له clinical picture وضيف عليها كمان complication. طيب ايه بقى complication اللي عندي اللي للanaphylactic syndrome؟ قال لك والله كل الكومبليكيشن هناخدها هي جايه من المرض. ازاي يعني؟ اول حاجه الواد دوت ممكن يخش في حاجه اسمها هارت فيلير. السؤال ليه؟ والله بسببين، يا اما يخش في هارت فيلير من النوع اسمه هايبر تنسيف هارت فيلير، يعني القلب بقى متضر عشان خاطر ضغط الدم اللي عليه جدا دوت خلى الدم يحصل له فيلير، يا اما رقم 2 حاجه اسمها هايبر فوليميك هارت فيلير، يعني كميه السائل اللي في الدم كميه الحمل اللي على القلب زادت بقى جاله هارت فيلير، يبقى يا اما يكون بسبب الهايبر تنشن يا اما بسبب الهايبر فوليميا. طب رقم 2 اللي هي برضو بتعمل هايبر تنشن على فكره. طيب اللي بعد كده قال لك ممكن يحصل له حاجه اسمها هايبر تنسيف انكيفالوباثي. انا عارف ان كلمه انكيفالو ديت معناها برين، هيحصل له برين ديسيز او برين دامج او ايا كان الضرر اللي في البرين بسبب الهايبر تنشن. طب السؤال بس، هو لما واحد يكون عنده هايبر تنسيف انكيفالوباثي لما بص على البرين بتاعه هيكون عامل ازاي؟ يقول لك من كتر الضغط عليه، من كتر الضغط على البرين الاوعيه الدمويه اللي فيه طقت، فلما طق تعمل نقط، بسمي هذه المرض اسمه بانكتيت هيموريج، يعني النزيف المنقط عشان خاطر الهايبر تنشن العالي اللي حصل لي. طيب كده انا عندي هارت فيلير ممكن يحصل للعيل دوت بسبب الهايبر تنشن او الهايبر فوليميك شوك، قصدي هايبر هارت فيلير، يا اما هايبر تنشن او هايبر تنسيف انكيفالوباثي، البرين هيتضر لان ضغط الدم عنده عالي يعمل له حاجه اسمها بانكتيت هيموريج. لما يجي لك في الامتحان يقول لك قول لي الكلينيكال بيكتشر، هتقول له الكلينيكال بيكتشر وتضيف عليها كمان يا اولاد الكومبليكيشن. اخر كومبليكيشن معايا هو الاكيوت رينال فيلير، او اسمه التاني يا شباب اسمه التاني اكيوت كيدني انرجي انجري، اسف اكيوت كيدني انجري، يا اما اي ار اف يعني اكيوت رينال فيلير، يا اما اي كي اي يعني اكيوت كيدني انرجي. الواد ده هيخش منك بعد كده فشل كلوي لو احنا سبناه او حصل له اسف مضاعفات خطيره. كده خلصنا الحمد لله من حاجه اسمها الكلينيكال بيكتشر، نخش مع بعض يلا والكومبليكيشن، نخش مع بعض يلا على التريتمنت بتاعي او الانفستيجيشن اللي انا هعمله. يلا بقى كده مع بعض يا رجاله الانفستيجيشن. الاول بس عاوز اقول حاجه مهمه جدا، فرق كبير جدا بين كلمه انفستيجيشن وكلمه دايجنوزس. يعني ايه؟ يعني كلمه انفستيجيشن معناها بالعربي فحوصات، انا هبعت المريض يعمل تحليل بول، تحليل دم، مش عارف مسحه، هيعمل اشعه وهكذا، دي اسمها انفستيجيشن. اما لو قالك في الامتحان قول لي هاو تو دايجنوز ذيس كيس، فلازم تقول له الاول الكلينيكال بيكتشر ايه، يعني انا هشخصها كلينيكال ازاي عن طريق الكلينيكال بيكتشر، وبعد كده هشخصها عن طريق الفحوصات. طيب نعرف بقى مع بعض كده انا ايه هي الحاجات اللي اعملها لواحد عنده نيفريتيك سندروم. مبدئيا انت عندك سكيما عامه لاي انفستيجيشن هنعملها في الكدني ان شاء الله. انا هعمل تحاليل تخص اليورين،
وهعمل تحاليل تخص البلد، وهاخد حاجة اسمها كيدني بايوبسي، هاخد عينة يعني. دي عبارة عن سكيمة عامة لأي انفستيجيشن في الأمراض الكيدني كلها. نبدأ أول حاجة باليورين. في اليورين أنا هتكلم عن السي في اس، اللي هو إيه يعني؟ هتكلم عن الكالر بتاع اليورين عامل إزاي، هتكلم عن لو في كاستس، وهو لك كاستس بعد شوية، زائد لو عندك حاجة اسمها كريستالز. اللي بعدها الفي، الفي هتكلم عن حاجة اسمها الفوليوم، حجم اليورين عامل ازاي. اخر حاجة الاس، هتكلم فيها عن حاجة اسمها سبيسيفيك جرافيتي، وحاجة اسمها سابستانس، يعني مواد معينة. زي مين يعني؟ زي الجلوكوز، زي البروتين، زي الليبد، وهكذا. تاني شباب، دي عبارة عن سكيمة عامة لليورين اناليسز اللي هعمله في الشابتر كله. هعمل للسي في اس، هعمل للكالر والكاستس والكريستالز، وهشوف الفوليوم بتاعه عامل ازاي، والسبيسيفيك جرافيتي عامل ازاي، السبستنس اللي فيه هل في جلوكوز بروتين وليبيد ولا لا. طب ناخد واحده مع بعض في مرضنا بتاع النهارده اللي اسمه اكيوت نفريتك سندروم. قال لك رقم واحد اليورين، الكالر بتاعه يا شباب بيكون ايه؟ اتفقنا خلاص، الكالر بتاعه طبعا بيكون فيه، يا اما يكون تي كالرد يا اما يكون كولا كالرد. يعني يا شباب، يعني هيكون في دم، يا اما هيكون شبه الشاي يعني دم كده خفيف، يا اما كولا كالرد. الام تقول لك ده البول ده مدخن شبه الكوكاكولا من كتر الدم اللي فيه، قلب لونه بني. خلي بالك بس من حاجه، ان هو لونه بني بسبب التفاعل مع الهيموجلوبين، ده اللي مخلي الدنيا شويه لونها بني. دكتور بس معلش كده، هو لونه بني ليه؟ عشان خاطر الهيموجلوبين يتكسر ونزل فيه؟ لا، عشان خاطر الار بي سيز هي اللي موجوده فيه. تمام، وهنفرق بينه وبين حاجه اسمها بعد كده ان شاء الله، ان يكون في اليورين في حاجه اسمها هيموجلوبينوريا، يعني اليورين فيه هيموجلوبين. هنا الار بي سيز نازله سليمه مش متكسره، لو هو عنده مثلا زي جوندس مثلا، طيب، او اللي هي يعني هيموتيك جوندس. المهم الكالر بتاعه بيكون تي او كولا كالر. رقم 2، في كاستس. في كاستس. كاستس يعني ايه؟ يعني تجمعات من خلايا نازله مع اليورين المفروض ما تنزلش. قال لك ده بيكون فيه حاجه اسمها ار بي سيز كاستس، يعني بيكون في تجمعات من خلايا الدم الحمراء. ودي يا شباب حاجه باثوجنومونيك، وكلمه باثوجنومونيك معناها ايه؟ معناها لما تشوفها تحلف على المرض ده. دي حاجه بتكون مهمه جدا جدا في المرض دوت. لو لقيت الار بي سيز كاستس، ده معناها ان الار بي سيز واقعه من الكليه من تحت، المشكله في الكليه، ما حصلهاش هيموليسيس فوق في البلد، لا ادي نازله من الكليه، عشان كده لقيتها سليمه، لقيتها ار بي سيز كاستس بسلامتها كده. هنا مفيش كيس طبعا، دي هناخدها في الحصوات ان شاء الله. الفوليوم اللي عندك، قال لك انت عندك اليورين هيكون ناقص شويه، هيكون عنده اوليجوريا، وقلنا خلاص هيكون اقل من 400 ملي لكل متر مربع في الكيلو جرام، او اقل من واحد للواحد في الواحد، يعني اقل من واحد ملي في للكيلو جرام في الساعه، ودي شرحناها مع الكلينيكال بيكتشر. اللي بعدها كلمه سبيسيفيك جرافيتي، هو قال لك ان هي بيكون اعلى من الطبيعي، يعني بيكون انكريزد. السؤال بس، هو يعني ايه كلمه اصلا سبيسيفيك جرافيتي؟ بصوا يا شباب، دي معناها بالعربي كثافه نوعيه. ازاي؟ انا ديت بقسم كتله الماده على حجمها. يعني مثلا الميه اللي سبيسيفيك جرافيتي بتاعتها واحد، اشمعنى؟ لان والله عندك الواحد كيلو جرام اللي هي الكتله بيساوي واحد لتر، فلما اقسم واحد كيلو جرام على واحد لتر بيديك واحد. اما مثلا لو جبنا الزيت، هتلاقي ان لتر الزيت بيعمل اكتر من كيلو، هتلاقي ان لتر الحديد مثلا بيعمل اكتر من كيلو، دي اسمها كثافة نوعية. طيب السؤال بس، لو البول كثافته النوعية سين، وانا قعدت اضيف عليه مواد، اضفت بروتين وضفت ار بي سيز، يعني بدلت الميه بمواد صلبه اتقل، فاكيد الكتله هتزيد على نفس الحجم، فهيكون عندك السبيسيفيك جرافيتي زادت. والله الكلام ده مهم يا شباب، معلش، مهم جدا، ان انا بزود حاجات، بزود ار بي سيز، بزود بروتين، بفهمك يعني ايه كلمه سبيسيفيك جرافيتي، فهي اكيد هتزيد يعني. اللي بعدها السبستانس، هلاقي جلوكوز؟ لا. هلاقي بروتين؟ هلاقي بروتين. هيكون عندك البروتين اسمه مايلد بروتينوريا، اقل من واحد جرام لكل ديسي لتر،
مهمة، دي مهمة جدا والله، عشان الحصة الجاية هناخد حاجة اسمها نيفروتيك سندروم، وهقول لك هنميزها من النيفروتيك ببعض الأشياء اللي من ضمنها كمية البروتين في البول. في النيفروتيك الأم بتيجي تقول لك يا دكتور الواد ده بوله ما بيض فيه زلال زي زلال البيض كده، ده يا جماعة بروتينوريا، ده عنده نيفروتيك سندروم. أما النهاردة هنا البروتين بيكون مايلد بروتين، يعني كمية البروتين اللي في البول بتكون قليلة، أقل من 1 جرام لكل دي سيلت. طبعا مفيش تبيض ولا حاجة. خلصنا كده خلاص يا جماعة من تحليل البول للمريض دوت، نخش على اللي بعده في الدم. بصوا يا شباب السكيما العامة في الدم ايه؟ بيقولك في الدم دور على رقم 1 المرض، رقم 2 اللي تفاعل مع المرض، رقم 3 نتيجة المرض. هقولك ازاي لو انا عاوز اطبق هذه السكيما النهارده عن نيفروتيك سندروم. رقم 1 في البلد هدور على المرض، هو ايه المرض اصلا؟ المرض كان عباره عن ان الواد ده كان عنده ستريبتوكوكاي وقلبت باميون كومبلكس وقلبت بعدها بكدني انجري. يبقى اذا انا يا جماعه انا اول حاجه هدور عليها المرض اللي هو مين يعني؟ انا هدور على انفكشن. طب السؤال لو انا عاوز ادور على الستريبتوكوكاي في الدم ادور عليها ازاي؟ قالك والله انت هتدور عليها رقم 1 نفسها عن طريق حاجه اسمها السواب، يعني هاخد مسحه كده من الزور ثروت سواب عشان خاطر اشوف هل فعلا فيها انفكشن ولا ما فيهاش انفكشن، هدور هنا على الانتيجين والله بتاعها. طب رقم 2 انا هدور على اللي تفاعل مع المرض، هو لما دخل انفكشن الجسم طلع له ايه؟ الجسم طلع له والله انتي بودز اتفاعلت معاه، فهدور على انتي بودز اللي بتطلع ضد الانفكشن ديت اللي هي مين يعني؟ قالك اللي هي الانتي ستريبتو لايسين تتر او تيست، اللي هو ايه يا اولاد؟ بيقول لك الانفكشن دي اللي هي اللي اسمها الستريبتوكوكاي، يعني الستريبتوكوكاي الجروب A بيتا هيموليتك فيها بيطلع توكسين او يعني سم اسمه ستيرولايسين. يعني من الاخر يا شباب مش عارف كده بيطلع سم بيكسر خلايا الدم الحمراء، فقالك فجسمك بيطلع له اجسام مضاده، فانا هقيس كميه الاجسام المضاده اللي ضد هذا السم، لو لقيت ان الاي اس او دوت عالي ده معناه ان في فعلا كان في سم، ده معناه ان فعلا ده مصاب بالانفكشن ديت. رقم 2 بيطلع الجسم حاجه اسمها انتي دي ان ايز بي، يعني الانفكشن بتطلع حاجه اسمها دي ان ايز، دي اوكسي ريبو نيوكلييز. تمام، انا بقى هعمل ايه؟ انا هطلع انتي بودي ضد الدي ان ايز دوت، بقول عليه انتي دي ان ايز بي، ده هدور عليه برضو لو لقيته عالي برضو فكده هاكد ان انا عندي عنده حاجه اسمها ستريبتوكوكاي انفكشن. ولكن الكلام اللي جاي مهم جدا في الام اس كيو. بصوا يا شباب الانتي دي ان اس بي هيزيد معاك سواء في حالات السورس روت اللي هو التهاب الحلق اللي هو الفرنجيتس مثلا، يعني زي الفرنجيتس، او هيزيد معاك في السكن انفكشن، في الحالتين هيزيد. اما الاي اس او فهو ممكن واحتمال 50% ان هو ما يزيدش معايا في السكن انفكشن، ما بيزيدش في السكن انفكشن. فخلي بقى بالك ان الانتي دي ان اس بيزيد مع الاثنين، اما الاي اس او بيزيد مع السورس روت وممكن ما يزيدش مع السكن انفكشن، ده لقيناه يعني على مستوى اللابوراتوري يعني لقيناه كده ان هو مش بيزيد قوي مع السكن انفكشن. نخش على اللي بعدها، نتيجه المرض دوت. لا معلش حاجه ثانيه يا شباب، هو مش لما الانفكشن دي دخلت طلعت لها انتي بودي والانتي بودي مسك مع الانتيجين وجالهم حاجه اسمها كومبلكس اسمه سي 3؟ طيب لو انا عندي في الدم 100 سي 3 هستهلك منهم 20 في هذه العملية، هيقلوا هما 80. يعني من الآخر يا شباب لو دورت على السي 3 هلاقي عند نقص في الكومبلمنت، نقص في السي 3 اشمعنا يعني؟ لأن هو استهلك مع الانفكشن. خلصنا كده خلاص. هدور بعدها على نتيجة المرض، لما المرض ده حصل ايه اللي حصل بعدها؟ قالك يعني هتدور لي على الكيدني فانكشن تيستس، هتشوف لي بقى مجموعة التيستس اللي بتقيس لك جودة عمل الكلية زي كده مستوى الكرياتينين وخلافه. فده هعمله مش خاطر يا جماعه اقيس مدى تاثر الكليه بهذا المرض، ده اللي هعمله في البلد. هدور على المرض ذات نفسه اللي هي الانفكشن واللي تفاعل مع المرض ونتيجه المرض دوت ايه. تمام خلصنا كده خلاص.
اخر حاجه معايا اني اخد كدني بايوبسي، يعني هاخد عينه من الكدني وافحصها تحت الميكروسكوب. ودي بتحصل في الحالات اللي انا بلاقي فيها ان المرض عندي زاد قوي عن حده، او اني الاقي فيها المرض الكورس بتاعه ما بقاش طبيعي. يعني المفروض اصلا يا شباب، المفروض ان المرض دوت مثلا الهيم الهايبرتنشن والبروتينوريا المفروض يختفوا في خلال من 6 اسابيع الى 8 اسابيع، المفروض يكون انا اسف من 4 اسابيع لست اسابيع، والمفروض يكون سي 3 دوت يختفي بعد 6 ل 8 اسابيع. فدي ده كورس طبيعي. انا عارف ان المفروض ان الكومبلمنت سي 3 ناقصه لا هيتعالج وهيزيد تاني بعد مثلا من 6 ل 8 اسابيع. انا عارف ان الهايبرتنشن والبروتينوريا المفروض يتعالجوا بعد من 4 ل 6 اسابيع، ده الكورس الطبيعي. لو الكورس دوت ما مشيش كده، لقيت عدى عليا شهرين كاملين ولسه الواد عنده هايبرتنشن ولسه عنده بروتينوريا، ده معناه ان في مشكله، فهبدا اخد كدني بايوبسي. لو مر عليا زمن لقيت ان انا عندي الكومبلمنت لسه واطي معليش، يبقى هاخد برضو كدني بايوبسي، وهكذا. يبقى انا بلجأ للكدني بايوبسي لقيت ان انت عندك سيفير هايبرتنشن، وانت عندك دخل معايا بعدها في اكيوت كدني انجري، ده كله يا شباب هيخليني الجأ لحاجه اسمها الكدني بايوبسي. كده خلصنا خلاص من مجموع الانفستيجيشن اللي ممكن تحصل للمرض دوت. نخش بقى مع بعض على اخر حاجه، الا وهي علاج الاكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولو نيفرايتس. التريتمنت سهل جدا، ولكن انا هتعمد اكتب لك سكيما عامه برضو ليه عشان خاطر ما تتوهش معايا في باقي دروس الشابتر دوت. قالك الكدني او التريتمنت في الكدني عبارة عن 3 حاجات. رقم 1 انا هعالج جنرال. رقم 2 انا هعالج سيمتومز، طبعا سيمتومز اند كومبليكيشن ما تنسهاش بالله عليك. قلنا خلاص الكومبليكيشن جزء من الكلينيكال بيكتشر. اخر حاجة هعالجها معايا اللي هي يا شباب انا هعالج الجنرال سيمتومز، اخر حاجة سبيسيفيك، حاجة مخصوصة لهذا المرض. طيب نبدأ كده واحدة واحدة. أول حاجة الجنرال بثبتها دايما في الكدني، لازم ريست يرتاح. رقم 2 دايت. يا شباب ما تنساش إن الكلية عبارة عن الفلتر اللي بيفلتر كل مخلفات أي عملية حيوية هتعملها. يعني من الآخر ده الشفاط اللي هيشفط لك المشاكل اللي جوه المطبخ بتاعك. طيب انت عندك المطبخ بايظ دلوقتي، فطبيعي يا جماعه ان انا مش هشتغل فيه كتير عشان خاطر الشفاط بايظ. من الاخر يعني من الاخر ريست عشان خاطر ما تعملش ويست برودكتس اكتر من اللازم، والكليه اصلا تعبانه وتزود عليها الجهد وتزود الهايبر فوليميا وتعمل مشاكل. رقم 2 الدايت. في الدايت انا همنع ايه وهسمح بايه؟ بصوا في النفريتك انا بمنع كله ما عدا السكر والفاكهه. السكر اللي هي الكاربس يعني الكربوهيدرات والفروتس انا هستغلهم ان هم يدوني طاقة. بس يا دكتور يعني همنع بروتين؟ هعمل بروتين ريستريكشن، لان البروتين دوت بيتحول في الجسم النيتروجينوس بيزس ويست برودكتس، يعني مخلفات نيتروجينية مسؤولة عن طردها الكدني اصلا، فانا هريح الكدني شوية. رقم 2 همنع ليبيد؟ همنع ليبيد. طب السؤال انا همنع ليبيد ليه؟ قالك عشان خاطر الليبيد بس نوزييتنج، هي مش علاقه بالكليه على فكره، ولكنها نوزييتنج هتحفز ان الطفل يرجع، فلما يرجع هيخش في دي هايدريشن اكتر، فهيعمل الكترولايت امبالانس اكتر. فخلي بقى بالك ان هو انا همنع بروتين وهمنع كمان معايا ليبيد. الحاجه اللي بعدها الووتر، الميه. هعمل حاجه اسمها ووتر ريستريكشن، يعني من الاخر انا هخلي الطفل ما يشربش ميه. لا والله ابدا، انا هخليه يشرب مية، ولكن انا هعمل بالانس للووتر دوت. والحوار ده بيتحسب بمعادلة مهمة جدا جدا. انا هخلي الطفل يشرب مية قد ايه؟ قال لك احنا بيعمل لها معادلة، الووتر انتيك بيساوي اليورين اوت بوت زائد حاجة اسمها انسنسبل ووتر لوس. هقول لك يعني ايه. بصوا يا شباب، جسمك بيفقد المية يوميا في صورتين، في صورة يورين اوت بوت على هيئة بول، وبيفقد مية في الجلد، وبيفقد مية مش عارف عن طريق اللي هو يعني العرق يعني، وبيفقد مية عن طريق الدموع وهكذا. يعني من الاخر يا شباب انت عندك كمية مية بتفقد، بس انا ما بقدرش احسبها، انسنسبل.
لا يستطيع الإنسان حسابها. طيب فأنا هدي مية، هجمع اليورين او البوت اللي بيخرجه، هجمع اشوف بيخرج قد ايه. لو بيخرج في اليوم مثلا 250 مللي، يبقى هشربه 250 مللي ميه زائد كميه الميه اللي بيفقدها، بس بتكون انسنسبل. ايه ده؟ طب دي انا هحسبها ازاي؟ ليها برضه معادله، يعني الانسنسبل ووتر لوس ده ليه معادله انا بعملها عشان خاطر في الاخر اوصل لكميه الميه اللي هو محتاجها، ومعادله برضه مبنيه على اساس السيرفس اريا بتاعته، هو كام متر مربع من الاخر. واضح كده فيها مشكلة؟ خلصنا كده خلاص. طيب الانسنسبل ووتر لوس ده بحسبها ازاي؟ قال لك الحساب بتاعها 400 مللي لكل متر مربع بير دي. يعني لو الشخص ده، يا شباب يلا بقى نحسبها كده مع بعض، لو الشخص دوت مساحة سطحه 1 متر مربع، تمام، وهو بيطلع في اليوم 250 مللي يورين، قد ميه قد ايه؟ الدي 250 زائد الانسنسبل اللي هي كام يعني؟ ما هو قال لك لكل متر مربع 400، يبقى 250 زائد 400 يديك كام؟ يديك 650 مللي ميه، شربه لتر الا ربع تقريبا. واضح؟ كده مفهومه؟ ده يا جماعه كده موضوع الدايت، همنع كل حاجه ما عدا السكر والفاكهه، هتحكم في الميه عن طريق اليورين اوت بوت زائد الانسنسبل ووتر لوس. ده كده عباره عن الدايت او الجنرال ريست اند دايت. نخش بقى على السبيسيفيك الاول، هو ايه المشكله عنده؟ المشكله عنده ان هو عنده انفكشن، دي مضاد حيوي اللي هو يعني البنسلين از ذا دراج اوف تشويس، ده اهم دواء عندي في علاج الستريبتوكوكاي لمده كام يوم؟ لمده 10 ايام عشان خاطر اعمل حاجه اسمها ايراديكيشن، يعني امسح اي عدوى موجوده. طيب كده يا جماعه احنا خلصنا خلاص الحمد لله من الحاجه السبيسيفيك اللي هي الانتي بيوتيك اللي هو البنسلين لمده 10 ايام. نخش بقى على علاج السيمتومز اند الكومبليكيشن. قال لك انا هعالج اول حاجه السيمتومز، العرض اللي هينفع اعالجه هو مين؟ هو الهايبر تنشن زائد الكومبليكيشنز اللي هي الهارت فيلير والرينال فيلير الاكيوت رينال فيلير. بصوا يا رجاله مع بعض كده، اول حاجه الهارت فيلير، الهارت فيلير مشكلته كان ايه؟ كان الواد دوت عنده حاجه اسمها هايبر فوليميا، هدي دايوريتكس يعني هدي ادويه تنزل لك الميه عشان خاطر دي اسمها مدرات للبول عشان خاطر يقلل الفوليوم شويه. رقم اتنين عنده مشكله ان هو عنده هايبرتنسيف هارت فيلير، يعني ضغطه عالي فالقلب فيه مشكله، خلاص عالج ضغط الدم، ادي انتي هايبرتنسيف دراجز. خلصنا كده خلاص. الاكيوت رينال فيلير علاجه معروف وناخده ان شاء الله في الدرس بتاع الاكيوت رينال فيلير، حاجه اسمها كونزرفاتيف علاج تحفظي، هعالج السيمتوم وراقبه زائد دياليسز لو انا محتاج دياليسز هخليه يغسل كده. نخش بقى على السيمتوم المهم جدا الا وهو الهايبرتنشن. قال لك في الكتاب ان هو مقسم لك علاج الهايبرتنشن لحاجتين، هو انت هتعالج مايلد تو مودريت ولا هتعالج سيفير هايبر تنشن؟ هي تفرق؟ اه تفرق. السيفير تقريبا فوق ال 170 180 يعني يا شباب، ماشي. ايه بقى الفرق فيهم؟ هيديك هنا مايلد تو مودريت مجموعه ادويه دي كلها في الغالب بتشتغل على الكليه، هيديك لوب دايوريتكس وهيديك مش عارف اي سي اي انهبيتورز، دي كلها حاجات، دي كلها حاجات يا شباب بتشتغل على الكليه وبتقلل ضغط الدم، وكمان هيديها لك اورال. لو سيفير فانا مش هلجأ للادويه اللي بتشتغل على الكليه غير بس للفروزيمايد، وده عباره عن لوب دايوريتك وهستخدمه يكون انترافينوس عشان خاطر اصلا الكليه بايظه فما ينفعش اكتر من الادويه اللي بتشتغل على الكليه. طب رقم اتنين هدي حاجه اسمها صوديوم نيتروبروسايد، ده يا جماعه بيشتغل سنترال وبيعمل بريفرال، اسف بيعمل بريفرال فازو دايلاتيشن. الحاجه اللي بعدها بعد الصوديوم نيتروبروسايد انا كمان يا جماعه ممكن اديه كالسيوم شانل بلوكرز او حتى اديه بوتاسيوم شانل بلوكرز، دي كلها حاجات هتقلل ضغط الدم من غير ما تشتغل معايا على الكدني. ده كده يا جماعه باختصار هو علاج الاكيوت نيفريتيك سندروم. طيب بصوا يا رجاله بقى هنقول كده مع بعض ان شاء الله حبه كده تريكات وحبه نوتس على النيفريتيك سندروم موجوده في الكتاب عشان خاطر لو جت ام اس كيو نكون احنا واعيين ليها كده شويه. رقم واحد الالكترولايتس في النيفريتيك سندروم اخبارها ايه؟ يعني عايز اتكلم عن البوتاسيوم وعن الصوديوم. بصوا يا شباب قال لك في الكتاب، او انا اقول لك الاول، يعني طبيعه الكليه، الكليه بتطرد بوتاسيوم
تمام، المفروض هي بتطرد البوتاسيوم وبترجع الصوديوم. الكليه باظت، فاكيد البوتاسيوم مش هيطرد، هيكون عنده حاجه اسمها هايبر كاليميا، وده معناه ان في الدايت لازم امنع اي حاجه فيها بوتاسيوم. رقم اتنين الصوديوم، الصوديوم المفروض يكون زي ما هو، لا هيحصل حاجه اسمها هايبو ناتريميا. دكتور هو هايبو ناتريميا ليه؟ انت ما قلتيش ان هو سرب صوديوم يعني. قالك ده بيحصل له حاجه اسمها دايليوشنال، يعني نقص صوديوم نسبي بسبب زياده الميه. هو بصراحه الصوديوم ما قلش، ولكن الميه زادت فتركيز الصوديوم قل. نفس الفكره في الانيميا، بيحصل له برضو فكره او حاجه اسمها دايليوشنال انيميا، يعني انيميا جايه بسبب زياده الميه في الدم فتركيز الهيموجلوبين قل. هو بصراحه الهيموجلوبين ما باظش ولا حاجه، هو مش محتاج حديد والله، الفكره بس ان هو عنده دايليوشنال انيميا. اخر حاجه بقى، انت كدكتور متوقع المرض الكورس بتاعه ايه؟ هتراقب ايه؟ امتى تقول له روح وامتى تقول له استنى خليك معايا؟ الكورس المفروض انا كدكتور عارف ان الهايبرتنشن والبروتينوريا المفروض ان هما هيروحوا بعد قد ايه؟ قالك بعد، هما هيروحوا بعد من 4 لـ6 اسابيع. طب السي 3 هيروح بعد قد ايه؟ قالك من 6 لـ8 اسابيع. السي 3 مش هيروح، انا قصدي يعني يرجع للطبيعي. هو كان قال اصلا ان هو استخدم في الانفكشن في الكومبلكس في الامين كومبلكس، قالك فهو هيرجع تاني طبيعته، يعني هيزيد بعد 8 اسابيع او 6 اسابيع. حتى كنا قلنا ان احنا ممكن المفروض ناخد بيوبسي لو طولوا عن كده. طيب اهم حاجه بقى معايا النهارده ان كلمه المايكروسكوبيك هيماتوريا ممكن تفضل لحد من سنه لسنتين، عشان خاطر لو بعد كده الواد ده عيه بعد 6 شهور 7 شهور عيه وراح عمل تحليل بول، تقول للدكتور يا دكتور خلي بالك ان انت كده كده عندك مايكروسكوبيك هيماتوريا بسبب ان هو كان عنده قبل كده اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولو نيفرايتس. البروجنوزس بتاعي انا متوقع يعني باذن الله، يعني باذن الله ان يكون 95% من العيال ديت بترجع زي الفل، ما بيتدهورش معايا غير 5% بس اللي بيتحولوا لحاجه اسمها رابيدلي بروجريسيف جلوميرولو نيفرايتس. وممكن عشان خاطر اقول لك ان في عيان بيموت منهم، دي حاجه رير جدا، المورتاليتي ريت قليل جدا اللي هو معدل الموت يعني. امتى اقول له روح كده وشوف لك البحر بقى وظبط نفسك؟ مجموعين في كلمه بحر، لما البلاد بريشر بتاعه يبقى زي الفل ويرجع طبيعي، او على الاقل يكون كنترولد بالادويه. رقم اتنين اني مش شايف في البول اي هيماتوريا. طبعا الميكروسكوبيك كده كده هتفضل معايا، انا قصدي هنا مين؟ قصدي الجروس او الميكروسكوبيك هيماتوريا. رقم ثلاثة ان يكون عنده الرينال فانكشن كلها زي الفل، ما عندوش زياده في الكرياتينين عاليه ولا حاجه يعني. خلصنا كده خلاص من وين دول تشارج، او ان امتى امشي الواد ده من المستشفى يعني. اللي بعدها، لو لقيت مره واحده الواد ده جاله جنرايزد إديمة، يعني ايه؟ يعني انت عارف ان الإديمة اللي بتيجي من هذا المرض بيكون بيري اوربيتال إديمة بس، مش على مستوى الجسم كله يعني. لو جالك مره واحده لقيت جسمه كله نفخ، فدي حاجه من ثلاثه، يا اما يكون دخل في كومبليكيشن الهارت فيلير، يا اما يكون دخل في كومبليكيشن الاكيوت رينال فيلير ودول عملوا جنرايزد إديمة، يا اما قبلهم كلهم يكون جاله حاجه اسمها نفريتك نفروزس. ايه الحوار ده؟ بصوا يا شباب، ده معناه ان البروتين بقى اكتر من 1 جرام في اليوم كله، بيخرج في اليوم اكتر من 1 جرام. المفروض في النفريتك انا بخرج اقل من 1 جرام في اليوم، لو زاد عن كده يعني البروتين نقص جدا في الدم وراح كتير جدا في البول، بيخش حاجة اسمها نفروتك سندروم، هناخدها المرة الجاية ان شاء الله. فبسمي هذه الحالة نفريتك نفروزس، يعني النفروتك سندروم اللي جاية بسبب النفريتك سندروم. هنا هعرف ان هو اتحول معايا من نفريتك سندروم الى نفروتك سندروم. دي مهمه جدا، لان العلاج كله هيختلف، او يعني طريقه تفكيري في المرض كلها هتختلف. خلصنا كده خلاص امتى المرض ده يكون عنده جنرايزد إديمة. حاول النهارده ان شاء الله تذاكر الاعراض والعلاج والانفستيجيشن بالسكيما العامه للشابتر. كده خلصنا الحمد لله الاكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولو نيفرايتس.